أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منهاج الطالبين. في هذا البرنامج نتحدث عن طرق وأساليب تربية الأطفال في الإسلام، والتي نهلناها عن رسولنا الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان القدوة والأسوة الحسنة لنا في كل مجالات الحياة، وبالذات في موضوع التربية والأخلاقيات. فقد وصفه القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال حضرته صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال حضرته صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقدم لنا حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في كتابه منهاج الطالبين مجموعة من الإرشادات الإسلامية المحمدية، والتي توضح لنا وتشرح لنا كيف نربي أطفالنا وكيف نتعامل معهم بأسلوب حضاري رائع. مشاهدينا الكرام، معي في الأستوديو كل من الأستاذ عبد القادر مدلل والأستاذ أيمن مالكي. أهلا وسهلا بكما. ونحن في حديثنا عن الإرشادات في كتاب منهاج الطالبين، قد وصلنا إلى الإرشاد رقم 20، وفيه يقول حضرة المصلح الموعود: يجب منع الأطفال من اللعب في مكان منعزل. والسؤال أستاذ أيمن، ما هي الحكمة من هذا الإرشاد؟ نعم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا أريد أن أتكلم عن ثلاثة نقاط هامة في هذا الصدد، في صدد لماذا عزة الأطفال أو الطفل الذي صفته العامة الانعزال، لماذا هذا شيء خطير، ولماذا هذا شيء سيء علينا السعي لمعالجته. وأود التنويه في البداية أنه لكل إنسان عزلته، لكل إنسان حاجته للعزلة، سواء للعبادة، للتأمل، للتفكر، لغيره. حتى الطفل يحتاج أيضا إلى عزلة، يقيم بعض الأمور، يفكر، ليتأمل، ليتفحص، ليكتشف. ولكن نقلق عندما عندما نقول عزلة، فقط نريد أن نوضح هذه النقطة. يعني إذا الطفل يجلس مع ألعابه ويلعب لوحده، هذا ممكن نسميه عزلة؟ نعم، هذا ما أريد أن أتكلم عنه، شكرا. يعني نقول طفل منعزل أو إنسان منعزل عندما تقول صفته الغالبة الانعزال، يعني أغلب وقته منعزل. يعني الإنسان الطبيعي مثلا في الوضع الطبيعي يحتاج لعزلة يوميا لمدة مثلا ربع ساعة، نصف ساعة مثلا. هذا الإنسان الآخر المنعزل يكون يقضي 6 ساعات، 5 ساعات، 7 ساعات، معظم وقته هو منعزل. يعني يكون واضح لأهله، واضح لمعارفه، جيرانه، أن هذا الإنسان، هذا الطفل هو انعزالي، يفضل دائما أن يكون لوحده، أن يلعب لوحده، أن يأكل لوحده، أن يفعل نشاطاته جلها لوحده. الآن هذا الوضع غير طبيعي، هذا الوضع الذي يجعلنا نقلق، وليس أن مثلا لو احتاج الطفل لنصف ساعة لوحده، بالعكس هذه مهمة. الآن الثلاث نقاط التي أود أن أتكلم عنها، لماذا يجب علينا أن نقلق اتجاه الطفل المنعزل. لأنه أولا يعني هناك يقول هو حديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لا يأكل الذئب إلا من الغنم القاسية. الغنم القاسية، هذا يعني المقصود الذئب هو الشيطان، والغنم القاسية هو الإنسان البعيد عن الجماعة. وأيضا نستطيع تطبيقه على الأطفال، فالطفل المنعزل هو فريسة سهلة سواء للشيطان المعنوي
أو للشيطان المادي. يعني هو فريسة سهلة لأن الشيطان المعنوي، لأن الرقابة الذاتية لديه لم تنمو بعد، والرقابة الإلهية أيضا لم تنمو. الرقابة التي تنمو لديه الآن وهي موجودة هي الرقابة الاجتماعية، وفي العزلة لا يوجد رقابة اجتماعية. هذا من ناحية الشيطان المعنوي. من ناحية الشيطان المادي الحقيقي، شياطين الناس، يعني نسمع كثيرا للأسف اعتداءات على الأطفال من ناحية تحرشات، اختطاف وغيرها. هذه غالبها إن لم يكن كلها لا تحدث إلا لطفل منعزل، يكون يلعب لوحده، يمشي لوحده، يأكل لوحده، خارج من المنزل لوحده. يعني هو يكون عرضة أكثر للتعرض لهذه الاعتداءات من الأشرار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن العزلة تحرم الطفل من حسنات الاختلاط والتفاعل مع الناس. ويعني هذا الحرمان لوحده هو هام لدرجة تستحق أن نقلق. ما هي الأشياء التي ينحرم منها الطفل المنعزل؟ ينحرم من تعلم وتطوير مهارات الاتصال والتواصل لديه، وهذه جدا هامة. ينحرم من تطوير وتنمية توكيد الذات، نسميها التوكيدية، بأن يحدد موقفه، بأن يطلب ما يريد، يرفض ما لا يريد، يختار ما يريحه إلى آخره. وأيضا تحرمه من تعلم مثلا التعاون، خلق الإيثار، خلق العمل الجماعي وروح الجماعة وأهمية الجماعة. كل هذه المفاهيم والمسلكيات والأخلاق هو يحرم من تعلمها وتنميتها وتطويرها إذا كان منعزلا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة التي أود التنويه إليها، وهي هناك بعض الأمراض النفسية التي ينتقل الاستعداد للإصابة بها عبر الوراثة. يعني يكون الطفل يحمل استعداد أكثر من باقي الأطفال للإصابة مثلا بالاكتئاب، وقد أخذ هذا الاستعداد من جيناته الوراثية، من أجداده وأجداد أمه وآبائه. الآن إن لم يهيأ له الفرصة للإصابة بهذا المرض فلن يصاب، ولكن إذا هيأت له الفرصة ودعم هذا الموضوع فإنه سيصاب. والعزلة من الأشياء التي تهيئ وتكون بيئة خصبة للإصابة ببعض الأمراض وبروزها، مثل الاكتئاب مثلا. الطفل الذي يحمل استعداد قوي للاكتئاب وقد أخذ، كيف مثلا يشعر أو كيف يلاحظ الوالدين على طفلهم أنه عنده نوع من الاكتئاب؟ أو لو نوضح يعني ماذا ممكن أن يشعر الأب عند طفله لكي يبدأ يقلق؟ نعم. زائد النقطة الثانية نريد أن نوضح، يعني عندما ينعزل، وقلنا نحن أن الطفل بحاجة نوعا ما إلى العزلة، ولكن متى يبدأ يقلق الوالد أو الوالدة على العزلة التي يقوم بها طفلهم؟ يعني نعم، لكي نوضح الصورة أكثر للجمهور. نعم، جزاك الله. يعني من ناحية القلق، متى يبدأ يقلق الوالدان؟ عندما يلاحظون أن ابنهم يقضي لوحده ساعات وأوقات أكثر من إخوته، أكثر من باقي من أولاد الجيران، من أبناء الصف. الآن وأيضا بالإضافة لذلك يلاحظون أنه مثلا ضعيف في مهارات التواصل مع الأطفال. يعني صحيح أنه منعزل، وأيضا عندما يلتقي مع الأطفال سرعان ما يتشاجر معهم، لا يعرف أن يتواصل مع أقرانه مثلا، ليطلب لعبة معينة، ليطلب أن يشارك في لعبة معينة مثلا، ليحصل حقوقه مثلا، ليأخذ وجبة طعامه مثلا، أو يتقاسمها مع الآخرين أو إلى آخره، يخجل زيادة عن اللازم. كل هذه المواقف التي يعني الإنسان من السهل أن يلاحظ الأشياء غير الطبيعية، وهذا سهل جدا أن يلاحظ من قبل الأهل. الآن وبالنسبة لما ذكرته عن الاكتئاب، يعني هو قليلا بعيد عن موضوع الحلقة اليوم، هو موضوع هام جدا نتحدث عنه إن شاء الله في مرات قادمة، ولكن ما أردت قوله أو يعني ما قصدته في الموضوع أن كالأمراض الجسمية هناك استعدادات للأمراض. يكون الإنسان يحمل استعداد مثلا للإصابة بالسكري، استعداد للإصابة. الآن من يحمل استعداد للإصابة بالسكري إذا أكل حلويات وسكر بشكل كبير جدا فإن هذا سيعجل في إصابته في المرض. الآن إذا حذر وكان معتدلا ومتوازنا في تناول السكريات فإنه سيطيل أمد هذا إصابته بهذا المرض. أنا أريد أسأل، يعني
بموضوع العزلة. يعني طفل يجلس أمام مثلا الحاسوب أو يجلس للتواصل مع هذا التواصل الاجتماعي مع الفيسبوك مع طلاب آخرين، هل جلوسه ساعات أمام الحاسوب ممكن أن نعتبره عزلة؟ هذا إذا فقط كان جلوسه لساعات أمام الإنترنت فهذا يسمى إدمان على الإنترنت ولا يسمى عزلة. يسمى عزلة إذا كان حتى الأوقات التي لا يقضي على الإنترنت يقضيها أيضا لوحده، يعني هو يلعب لوحده ويأكل لوحده، حتى لو مثلا انقطع النت أو مثلا لا يستخدم النت هو يبقى نائم في الغرفة أو جالس في غرفة لوحده أو في البيت، هذه عزلة. أما إذا كانت هو يخرج ويلعب مع الأصدقاء ولديه أصدقاء ولديه علاقات ولكنه يجلس أمام الإنترنت لساعات طويلة فهذا إدمان على الإنترنت. أخ عبد القادر، تحب أن تضيف شيء على هذا الموضوع ولا نتوجه إلى السؤال الجديد؟ نستمر. نستمر. طيب إذا نحن نريد الآن أن نتعرف على الأسباب التي تجعل الطفل يميل إلى هذه العزلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يعني بداية يعني ما تفضل به أخي أيمن ونذكر أنفسنا والمشاهدين بأننا كمربين لابد دائما أن يعني نتذكر مسؤولياتنا اتجاه أطفالنا، وهذه مسؤولية كبيرة جدا، لأنه إذا نحن راقبنا هذه دعنا نقول العيوب والأمراض في بدايتها وانتبهنا لها نستطيع أن نعالجها ونتعامل معها بسهولة. يعني مثلا هذا الاضطراب السلوكي الذي نتحدث عنه وهو العزلة، إذا ما انتبه المربي لهذه الحالة فإنه بكل سهولة يستطيع أن يتعامل معها ويوجهها، وبالتالي التواصل الاجتماعي ونجاح التواصل الاجتماعي هو الرديف للعزلة، هو مؤشر لنجاح العملية التربوية، لأن يعني التواصل الاجتماعي هو الأداة التي من خلالها يستطيع هذا الطفل أن يطور من مهاراته، أن يعدل من سلوكياته الخاطئة، يستطيع أن يتفاعل بشكل صحيح وناجح مع أصدقائه في المدرسة. وبالتالي فالنجاح في التواصل الاجتماعي هذه قضية مهمة جدا لتترجم ما تلقاه هذا الطفل من عملية تربوية. يعني أقصد أنه إذا ربينا هذا الطفل مثلا على قيم معينة وسلوكيات صحيحة وبنفس الوقت لا يستطيع هذا الطفل أن يندمج في المجتمع ودعنا نقول يقيم علاقات طبيعية وصحيحة مع أصدقائه، فأني أقول بهذه الحالة فإن عملية التربية تفشل وهذه القيم التي ترباها تنهار. وهذه نقطة يعني في غاية الأهمية، لأنه لابد أن نوجه اللوم لأنفسنا في حالة ظهور هذه الحالة وثم تطورها وتصبح يعني عاصية على أو مستعصية على العلاج. من هنا لابد دائما نحن أن نراقب أطفالنا ونقيم وسلوكهم ونوجههم باستمرار، هذه طبعا هي مسؤولياتنا. الآن بشكل أساسي أنا أقول أن العزلة كسلوك غير صحيح، يعني أنا أستطيع بكل بساطة أن أحكم على هذا الطفل أن هذا الطفل في الوقت الذي ينبغي فيه أن يلعب ويشارك الأطفال في اللعب هو ينعزل، لأن الطفل الطبيعي بشكل طبيعي عندما يرى مجموعة من الأطفال يلعبون هو تراه بشكل طبيعي يندمج، أما أنه ينحني جانبا ويأخذ مكان في غرفة معينة وينعزل فلا شك أن هنالك مشكلة معينة. ولا شك أن الوسائل التي ذكرتموها من الإنترنت والتلفاز هي تعزز هذه العزلة، فلابد للمربين للأب والأم أن ينتبهوا لأبنائهم خاصة إذا وجدوا في أبنائهم ميولا بهذا الاتجاه نحو العزلة بأن يقللوا من جلوس أبنائهم أمام الإنترنت والتلفاز. الآن متى ينعزل الطفل أو يعني ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عزلة الأطفال؟ بشكل أساسي يعني عندما يعني ينعزل الطفل عندما هو يحس بأنه يفشل في إقامة علاقة
ناجحة، سواء مع الأب، مع الأم، مع الأخ، مع الأخت، مع أصدقائه. الآن هذا الفشل يجعله أن يبتعد وينعزل، والسبب الأساسي في شعوره بالفشل هو نظرته إلى نفسه، نظرته إلى ذاته، ثقته بنفسه تكون متدنية، نظرته إلى نفسه تكون متدنية. ونحن كنا قد يعني تحدثنا في الحلقات السابقة، ما الذي يجعل الطفل ثقته بنفسه ضعيفة؟ ما الذي يجعل الطفل ينظر بنفسه إلى نفسه نظرة متدنية؟ وكنا يعني ناقشنا في الإرشاد السابق أنه لابد، كما قال الخليفة الثاني، أن نرسخ في قلب الطفل بأنه لطيف وصالح. أقصد هنا التقدير الاجتماعي واحترام الذات من قبل المربي، الأب، الأم، المعلم، هي النقطة الأساسية والتي تحول دون أن يسلك هذا الطفل نحو العزلة. لابد من احترام هذا الطفل، لابد من تقدير مجهودات وإنجازات هذا الطفل، لابد من الإطراء والمدح بشكل مستمر. أما الحكم على الطفل بأنك أنت فاشل ولا تصلح لشيء، وإهمال يعني حاجاته الفطرية، هذه نقطة مهمة جدا. يعني أطفالنا في كل مرحلة عمرية هم يحتاجون إلى أمور معينة تتعلق بجوانب نفسية، عاطفية، عقلية، جسمية. لابد للمربي أن يحرص على تلبية هذه الحاجات، وكذلك لابد أن يشعر بهذا بأن يشعر هذا الطفل بأنه طفل له يعني قيمة وليس مهملا أو منبوذا. بمعنى آخر، لحذاري أن يلجأ المربون لأسباب مختلفة إلى التمييز بين الأطفال، وخاصة إذا ظهر هذا السلوك بشكل مستمر فإنه قد يضع الطفل في زاوية في العزلة. كذلك كنا أيضا يعني نحن في هذا الإرشاد يعني نريد أن نسترجع جميع الإرشادات، لأنه أي تقصير في الإرشادات السابقة هي حقيقة تؤدي إلى عزلة الطفل. يعني إذا نحن خاطبنا الطفل بلهجة، عندما يقع في خطأ معين بلهجة قاسية، استخدم ألفاظ عنيفة، العنف اللفظي أو العنف الجسدي، بكل تأكيد هذا السلوك من المربي سوف يدفع الطفل نحو العزلة. وكذلك نقطة مهمة أخرى، وهي دعني أقول الجو المنزلي، يعني الحالة أو العلاقة بين الزوج والزوجة، الاستقرار الأسري والطمأنينة، هذه نقطة مهمة جدا، لأن الطفل هو يريد أن يشعر بالأمن، يريد أن يشعر بالحب والعطف من المربي. ولكن إذا كان هنالك اضطراب وكان هنالك مشاجرات ومشاحنات بين الأب والأم في الأسرة، ففي هذه الحالة سوف يشعر هذا الطفل بحالة من الخوف والقلق والاضطراب. وطبعا أنت تعلم أن يعني الأطفال يتفاوتون في مدى تأثرهم بمثل هذه المشاجرات، منهم من يتجه باتجاه العنف، منهم من يتجه باتجاه العزلة. إذن الجو الأسري الدافئ والتفاهم بين الأب والأم هذا مهم جدا، هذا عامل مهم جدا يحول دون لجوء الطفل إلى يعني العزلة. أيضا كنا قد ذكرنا في إرشاد سابق أن هنا المرض المزمن والأمراض هذه والإعاقات يعني الجسدية، هو الطفل دائما كما ذكرت في البداية ينظر إلى نفسه نظرة دونية، يعني وينظر أن الآخرين ويساعده محيطه، المحيط أيضا عندما يعني يعزز هذه النظرة بداخله، وبالتالي هو يقرر أن ينعزل. هذه نقطة مهمة جدا. أيضا أحيانا الخجل الشديد، يعني نحن الآن نذكر الأسباب، لأنه إذا نحن عرفنا الأسباب وعملنا على علاجها نستطيع أن يعني نتخلص من هذه المشكلة. الخجل الشديد، يعني أحيانا الطفل لا يستطيع أن يعبر عن رأيه،
لا يستطيع أن يقيم علاقات مع أطفال جدد بسبب الخجل الشديد. فطبعا هذا الخجل ممكن أن يؤدي إلى العزلة، وبالتالي لابد للمربي دائما عندما يلاحظ مرض أو يلاحظ خلل في السلوك طفله، لابد أن يبحث عن الأسباب المؤدية إلى هذا الخلل وليبدأ بصفته المسؤول. طبعا هذا الكلام موجه ليس فقط للأم والأب وإنما أيضا للمعلم، لابد أن يبحث عن هذه الأسباب ويعمل دائما على علاجها في وقت مبكر. ودائما لابد أن ننتبه أن عملية التربية وإن كانت لا تلقى يعني اهتماما من المربي أحيانا مثلا الأب يركز على جوانب أخرى وهو توفير الرزق المادي للأبناء ويتحدث عن المستقبل والمنجزات المادية ويهمل الجانب التربوي، وترى المعلم يركز على المادة الأكاديمية والعلمية وينسى أنه ينتمي إلى التربية والتعليم. فالجانب التربوي هو جانب يعني هام جدا. يعني فقط أريد أن أضيف هنا أنه أيضا من الأسباب التي قد تؤدي إلى جعل الطفل يميل إلى العزلة بعض الأفكار المغلوطة التي يحملها عن الآخرين وعن يعني عن ممكن أنها تنفر هذا الطفل من المجتمع، مثل الحكايات المرعبة التي تحكيها له أمه مثلا، إذا كانت تحكي له حكايات مرعبة غير حقيقية خيالية، أن هناك من يأخذ الأولاد وهناك من يفعل كذا، وهناك هذه تجعل الطفل يخاف يذهب يخرج إلى الشارع. وأيضا إذا مثلا كانت لا تحب أصحابه ودائما أو يعني أولاد الجيران ودائما تحكي وتقول له هذا سيء وهذا فعل كذا وهذا سيء وهذا سيء، أيضا الأهل يساعدون في هذه الأمور. وأيضا إذا كان الابن وحيد، غالبا الأبناء الوحيدون لأسرهم يعانون من هذه المسألة، أمه تخاف عليه أن يخرج إلى الشارع، تخاف عليه أن يذهب إلى السوق، تخاف عليه أن تخاف من كل شيء. لذلك هذا أيضا ماذا يعني لب الموضوع هو لغة، التواصل الاجتماعي هو لغة، كما أن الإنسان يتحدث لغة منطوقة فإنه أيضا هناك لغة جسد وهناك لغة تعامل مع الناس. كل هذه يعني ما الذي يجعل الشخص الذي أمامي يعرف عندما أمد يدي أنني أريد أن أسلم عليه وأنه من المفترض أن يمد يده هو أيضا ويضعها في يدي؟ هذه لغة مشتركة. لماذا إذا نزل مثلا كائن فضائي على الأرض الكل سيخاف منه وسيبتعد منه عنه وسيحذر منه وسينظر إليه بريبة في البداية؟ لأنه يعرف أنه ليس هناك لغة مشتركة. إذا أن يتعلم الطفل اللغة المشتركة التي يستخدمها مع المحيط الخارجي، هذه وظيفة الأهل. أنا يعني فقط اسمح لي أستفسر عن يعني كما فهمت، وكأنه سلوك العزلة هذا نوع من يعني الوراثة، له علاقة بالوراثة، لكن من جهة ثانية من طريقة كلامك أنه شيء مكتسب، يعني ممكن الإنسان يطوره. نعم. هو من واضح كل الصفات هي وراثية مكتسبة، لا يوجد صفة وراثية 100%، ولا يوجد صفة يعني في الغالب الصفات السلوكية لا يوجد صفة وراثية 100%، ولا يوجد صفة مكتسبة 100% فقط. كل صفة هي مكتسبة وراثية في نفس الوقت، هناك استعداد وراثي وهناك اكتساب تربوي. بالضبط، يجب أن يكون تتوفر الاثنان. أيضا الطفل أحيانا يعني تحدثنا في البداية واحد من المشاكل أنه لا يستطيع التواصل الاجتماعي، يعني مثلا لا يستطيع التواصل مع والديه، ولكن بالعكس أحيانا نرى الطفل يرتبط بأمه ولا يريد أن يتركها. صحيح، يعني صحيح ما ذكرته، هذه يعني إحدى الأسباب أيضا، يعني الدلال الزائد. ومع نحن قلنا أن عملية التربية عملية متوازنة، يعني الطفل بحاجة إلى نوع من العطف والدلال، ولكن إذا زاد عن حده الآن يكون مردوده سلبي، وبالتالي الطفل المدلل يعني بشكل كبير سوف يرتبط بأمه وربما لا يستطيع أن يغادر المنزل وينعزل عن محيطه، وسوف تعاني التعلق الزائد. نعم، التعلق الزائد، يعني سوف تعاني الأم في هذا الحال. وهذا الطفل عادة يعني هو يعتمد في إنجاز الأمور على غيره، مع أنه نحن ذكرنا في الإرشاد السابق أن توكل له بعض المهام، فهذا الطفل يصبح اتكاليا يعتمد على الآخرين لأنه لم يدرب على ذلك. يعني كل هذه الأمور حقيقة يعني هي تدفع باتجاه يعني عزلة الطفل. أضيف يعني نقطة أخرى، أن
يعني التواصل الاجتماعي هي أداة مهمة جدا لتفجير طاقات الطفل وإمكانياته. يعني ممكن أن تجد طفل عنده إمكانيات ومواهب وقدرات وذكاء، ولكن إذا لم يعني يحسن التواصل الاجتماعي، لأنه الفشل في التواصل الاجتماعي مردوده سلبي من الناحية النفسية، يعني هو يعني سيسبب له هذا الأمر يعني مشكلة نفسية، اضطراب نفسي، اضطراب في تفكيره، في سلوكه. هذه مشكلة سوف ترافق هذا الطفل، وبالتالي سوف يعني تهدد طموحاته. وأيضا مثلا العزلة للطفل وهو صغير، عندما يكبر هذا الطفل هو بحاجة لأن يكون مجموعة في المدرسة لكي لا يكون لوحده مستضعف، والآن يعني يحس نفسه منبوذ، والآن بعدها هو بحاجة في الجامعة مثلا لأن يكون مجموعة صداقات، يعمل أبحاث مع هذه الصداقات، يستفيد منهم، يأخذ منهم مواد معينة وهكذا. الآن كل هذه التطورات سيتضرر منها كثيرا. إذا أيضا في صحيح. العمل هو بحاجة لأن يكون علاقات في العمل، إذا الإنسان المنعزل في العمل لا يستطيع أن ينجز وهكذا، فهذا يعني تطور. تخيل، يعني تخيل أن إنسان يعني حقيقة يعني هذه العزلة وهذه الصفة يعني هي يعني تهدد المستقبل التعليمي للطفل. يعني ممكن كما ذكرت يعني أن هذا الطفل لولا هذه الصفة وهذا للأسف السلوك الغير سوي، لربما أصبح مثلا طبيبا، أو ربما أصبح يعني قائدا في المجتمع، لأنه يمتلك كل هذه الإمكانيات ولكن لغة التواصل عنده ضعيفة جدا. شعوب، نحن خلقنا شعوبا وقبائل نتعارف. صحيح. أنا أريد فقط يعني أن ندخل في بعض النقاط إلى العمق، يعني لأنه فعلا موضوع التواصل هو موضوع مهم جدا في حياة الإنسان، سواء كان في طفلا أو شابا. والعزلة هي من الأسباب التي قد تقضي على مستقبل الطفل التعليمي، هذا 100%. لكن يعني نحن تطرقنا إلى عدة نقاط، لكن مثلا لم نتطرق إلى موضوع المظهر الشخصي. أحيانا الطفل يعاني مثلا من سمنة زائدة، أو يعاني من مشكلة معينة، يعني هكذا هو ينظر إلى نفسه ولا يستطيع أن يواجه هذه المشكلة أمام الناس، فيميل إلى الانعزال. أردت أن يعني إذا كان هذا من الأسئلة اللي ذكرها أخي عبد القادر، وقال أنه قد تكون هناك علة معينة، إعاقة معينة، مرض معين يعيق هذا الإنسان من التواصل الاجتماعي، ويعززه الأهل بأنهم يشعرونه أنك مختلف دائما، وأنك يعني غير صالح لأن تنزل إلى الشارع وتتفاعل مع الناس، وأنك ضعيف، وأننا نخشى عليك أن كذا وكذا وكذا. هذه الأفكار يعني يدعمها الأهل في عقل الطفل من حيث لا يشعرون. الخوف الزائد عليه يجعله يحس بأنه ضعيف، وأنه لا يستطيع أن يجابه هذا الشارع وهذا المجتمع وهؤلاء الأقران، فيفضل أن يبقى بجانب الأمان، بجانب دائرة الأمان. الآن تخيلوا هكذا، عندما يذهب إنسان يتعلم السباحة ومنهم الأطفال، ينزل في البداية إلى مستوى عمق قليل بحيث يضمن أنه يستطيع الخروج منه والتعامل معه. الآن يبدأ يزيد في العمق شيئا فشيئا. الآن إذا ما حدث معه حادثة معينة، مثلا تعرض لأن يغرق أو كذا، عند عمق معين، فإنه لن يعود يتعدى هذا العمق بعد هذه المرة إلا بتشجيع ضخم. وأيضا إذا وصل لمرحلة أنه وصل لعمق معين ويريد أن يتقدم، ولكن من حواليه يقولون لا دير بالك، وهناك مثلا طفل مات قبل شهر في هذا العمق ولا تتطور أكثر وهكذا، فإنه سيحجم. الآن نحن إذن البيئة هي التي تساعد. جيد، ولكن أحيانا تكون الصورة عكسية، بمعنى البيئة، الأهل، الأب، الأم، الإخوة، الأقارب يشجعون والطفل منعزل. إذن لابد من يعني سبب، هذا وليس يعني سبب واحد. دائما قلنا التربية ليست ميكانيكية، التربية ديناميكية، يعني هناك عدة أمور، عدة رواسب ممكن تكون، عدة أمور ممكن تساهم. مثلا يعني بما تفضلت به أريد أن أقول، مثلا ممكن أن يتعرض الطفل لحدث صادم معين لا يعرف به الأهل، مثلا كان يكون في يوم من الأيام كان في الشارع لوحده أو كان كذا، وتعرض لاعتداء معين أو تحرش معين من أحد الأشرار، هذا يجعله مثلا يفضل العزلة. مثلا إذا كان في المدرسة يتعرض لعنف من قبل أصدقائه، عنف لفظي أو عنف جسدي، وهو يخجل من أن يحدث أهله لأنهم
يعني يستهزئون منه إذا ما قال لهم هذا الموضوع، فإنه سيلجأ إلى العزلة. هناك أسباب، علينا البحث. هناك أسباب، إذا ما كنا على علاقة تفاهم ومحبة وحوار ونقاش مع أبنائنا فلن نخشى إن شاء الله هذه الأمور. جزاكم الله. أنا سؤال جديد، يعني مثلا كيف نساعد الطفل في التغلب على العزلة؟ نعم، كيف نساعد أستاذ أيمن؟ يعني أنا في البداية في هذا الصدد أريد أن أتحدث عن مجالين. المجال الأول هو الوقاية، قبل أن أتحدث عن العلاج وكيف أنه يمكننا أن نساعد الأطفال على أن لا يدخلوا، على أن يتخلصوا من العزلة، سأتحدث بداية عن الوقاية. كيف لنا أن نتعامل مع الأطفال بطريقة تمنعهم أصلا من الدخول في العزلة؟ في البداية غالبا الوقاية من العزلة تكون قبل سن المدرسة، لأنه إذا ما دخل المدرسة وكان يعاني من هذه المشكلة ستستمر وسيكون علاجها أصعب. الآن دائما حلها بسيط وسهل قبل مرحلة المدرسة، اللي هو قبل 6 سنوات. الآن في أخ أيمن، مثلا قبل 6 سنوات مثلا عندنا اليوم في التعليم الحديث الطفل يذهب إلى الحضانة في جيل 3 سنوات. نعم صحيح، ولكن في المدرسة يكون أكثر، يعني المدرسة أكثر نظام وأكثر عدد، ويعني التعامل مع الأطفال ليس سهل، ويعني لذلك لابد أن يكون يعني في الروضة تكون هناك معلمة ومجموعة أطفال صغيرة، يكون أسهل التعامل مع هذا الأمر. ولكن في مرحلة المدرسة يدخل في مؤسسة نظامية، فإذا ما كانت لديه هذه المشكلة ستتعزز أكثر وأكثر. أستاذ أيمن، نريد أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. فمشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، كونوا معنا. وإن إمامي سيد الرسل أحمد، رضيناه متبوعا وربي ينظر. ولا شك أن محمدا شمس الهدى، إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لياليها تصور. أبعاد نبي الله شيء يروقني، أبعاد نبي الله شيء يروقني، أبعد رسول الله وجه منور. عليك سلام الله يا مرجع الورى، لكل ظلام نور وجهك نير. ووالله إني قد تبعت محمدا، ووالله إني قد تبعت محمدا، وفي كل آن من سناه أنور. وفوضني ربي إلى روض فيضه، وإني به أجني الجنى وأنضر. ولدينه في جذر قلبي لا
منوعة وإن بياني عن جناني يخبر ورثت علوم المصطفى فأخذتها وكيف أرد عطاء ربي وأفجر وإن كلامي مثل سيف قاطع وإن بياني في الصخور يؤثر وهل جائز سب المؤيد بعدما أتت آية المولى وظهر المضمر ووالله إني جئت منه مجددا بوقت أضل الناس غول مسخر. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج منهاج الطالبين، ونحن نتحدث عن سلوك العزلة عند الأطفال. وأريد أن أوجه سؤالي مرة أخرى للأستاذ أيمن مالكي حول كيف نساعد الطفل في التغلب على العزلة. نعم، جزاك الله. في البداية قلنا أنه نتحدث عن الوقاية لأنها خير من قنطار علاج. ففي البداية الوقاية تكون بأن عندما يولد هذا الطفل، أولا يتعلم الوالدان أن يتعاونوا مع بعضهما، أن يتحدثوا، أن يحضروا الطعام مثلا في بعض الأوقات سويا، أن يعملوا بعض المهام المنزلية سوية لينظر الطفل ليتعلم أنه الأشياء تتم بالتعاون وبالجماعة وبروح الجماعة. الآن أيضا نلعب مع هذا الطفل، يعني مثلا أحضرنا له لعبة الليجو مثلا، ننزل إلى مستواه ونبدأ نلعب معه حتى نعلمه أن اللعب حتى يكون بالتشارك مع الآخرين. من الجميل أن نتشارك مع الآخرين في اللعب، ويعني يخطئ أخطائه الأولى البسيطة مع أمه، تعالجها بطريقتها الحكيمة حتى يتعلم ويتقوى ويصبح لديه هذا الحصانة في التواصل مع في تواصله مع الآخرين. أيضا نسعى لإدماجه مع أقرانه. كيف؟ حتى الناس الذين يعيشون في المدن وفي الأماكن اللي يعني ليس فيها أعمام وأخوال وجيران وهكذا، ننزل إلى الحدائق العامة، إلى المتنزهات، نجعله يقترب من أقرانه، يذهب يأخذ لعبة ويذهب إليهم، يشاركهم هذه اللعبة، يلعب معهم الكرة إلى آخره تحت رقابتنا. يعني الواحد حتى لو كانوا هؤلاء الأطفال لا نعرفهم ولا نعرفهم أبناء من، ولكن تحت رقابة يعني دائما يعني نراقبه حتى في هذه المنزهات والمتنزهات والحدائق، نجعله يتفاعل. الاحتكاك، التجربة، هذا ما يجعل أطفالنا أقوياء ضد العزلة، أن يكون لهم تجربة في التواصل الاجتماعي مع أقرانهم. هذا من ناحية وقاية. من ناحية علاج فأيضا ليست بعيدة. الطفل الذي يعاني من عزلة علينا في البداية أن نبحث عن السبب، ونعرف علينا أن نعرف دائما أن العزلة ليست وضع طبيعي، وأنه ما دام هناك عزلة معناه هناك سبب. إذا كان مرضي علينا اكتشافه،
ومعالجته بالأدوية أو بالإرشادات اللازمة. إذا كان هناك حدث معين حدث مع هذا الطفل وسبب له هذه العزلة، أيضا علينا إيجاده وإعادة صياغته للطفل، كأن مثلا يكون يتعرض لعنف من قبل أقرانه في المدرسة، أو تعرض لتحرش أو اعتداء معين، علينا أن نعرف السبب في البداية. إذا عرفنا السبب استطعنا أن نعالج بسهولة. طيب أستاذ، أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد القادر وأنتقل معه إلى الإرشاد 21. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: يجب منع الطفل من خلع ملابسه والبقاء عاريا، ما هي أهمية هذا الإرشاد؟ يعني حقيقة هذا الإرشاد يبدو أن الخليفة الثاني يشير إلى بدايات التربية الجنسية والحديثة، لأن الآن يعني هذا الموضوع أصبح يعني علما ويوجه إليه الطلبة، وبدلا من استخدام يعني العنف والعادات والتقاليد التي دائما تكون قاسية باتجاه يعني التربية يعني الجنسية. لابد أن نفهم بداية أن هذا السلوك من الطفل خاصة في الشهور الأولى هو سلوك طبيعي جدا. يعني الطفل يحاول أن يكتشف ما وهبه الله إياه، يعني يحاول أن يكتشف نفسه. فهذا لابد أن المربي عندما يفهم هذه الخاصية في الطفل وأن هذا السلوك هو سلوك طبيعي، بداية لابد أن يتعامل مع الطفل برفق ويتفهم هذا يعني السلوك. لكن الخليفة يقول هنا رضي الله عنه: ينبغي منعهم من هذا الفعل، من أن يخلع الطفل يعني ملابسه ويبقى يعني عاريا. لا شك أن في ذلك حكمة وأهمية، لأنه نحن نريد يعني أن نشكل عند هذا الطفل النوى الأساسية، ونبذر في تربة هذا الطفل البذور الأساسية للقيم والأخلاق الصالحة والفاضلة، والتي هنا هي تتمركز حول خلق الحياة. يعني لابد أن يشعر الطفل بأن سلوكه هذا الطبيعي هو يخدش بحيائه، وأنه لا ليس من المناسب والمستحسن أن يظهر الطفل يعني عورته أمام يعني الأطفال، أمام يعني الآخرين، أمام إخوانه يعني مثلا. وبالتالي هذه القضية مهمة جدا، لأنه ممكن أن يتمادى يعني هذا الطفل في وهو يبحث ويستطلع ويستكشف، ويأخذ مثلا يتمادى في أن يلعب بأعضائه الداخلية، وهذا مما يعني يتنافى مع الحياء. وإذا يعني تكرر هذا السلوك فلا بد طبعا من يعني إيقافه ومن هذا الطفل. يعني طبعا لابد بداية أن، لأن الطفل كما قلنا الطفل الصغير هو مقلد، يعني لابد أن تكون الحشمة بداية يعني عند إخوته الكبار مثلا عند الأب، لأنه هو يقلد الآخرين. وبالتالي أيضا ممكن يعني هذا الطفل إذا ما سمح له بأن يعني يتجرد من ملابسه، ربما يعني وإذا اختلط مع إخوانه الكبار، ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرقوا بين يعني الذكور على في المضاجع. نعم، لأن في ذلك أهمية، يعني نقطة مهمة جدا، أن هذه تعتبر هي حدود فاصلة، خطوط حمراء، لابد من أن الطفل من الآن أن يتدرب على الحياء. فإذا ما دربناه على هذه الصفة سوف ينمو وتظهر فيه هذه الصفة الجميلة جدا. كذلك من ناحية صحية أيضا، يعني أن الطفل عندما يعني يخلع من ملابسه يكون عرضة مثلا للإصابة بالأمراض المختلفة، وربما يؤدي هذا إلى تلوث وحدوث التهابات. وأيضا هذا كما ذكرت يعني ربما تسبب له يعني إثارة فمبكرة في وقت مبكر، عندما طبعا يستخدم عورته. وبالتالي نحن نريد أن نغلق هذا الباب أمام الطفل. إذن هذه النقطة هي دقيقة جدا،
قد لا ينتبه إليها المربي، خاصة في عندما يكون الطفل في الشهور الأولى، وأن الأمر طبيعي، لابد أن نلزم الطفل، نمنع الطفل من أيضا أن يتجرد من ملابسه أمام إخوانه، لابد أن يكون في غرفة منفصلة، وكذلك إذا يعني دخل إلى الحمام. يعني أيضا فقط الوضح، يعني ذكرت الشهور، أنا أعتقد أن حتى في السنوات الأولى يعني يجب أن نهتم في هذا الموضوع، أن لا يخلع الطفل ملابسه، ليس فقط في الشهور، حتى يعني هو يبدأ هذا السلوك صحيح بداية في الشهور الأولى ويمتد طبعا، ولكن نحن حتى في هذه منذ الشهور الأولى لابد أن يعني هو ذكرنا كثيرا بالضبط سابقا بأنه بذور التربية تزرع، يعني السلوك السيء تكون بذرته زرعت سابقا. الآن ترك الطفل وهو في الشهور الأولى عاريا مثل في أماكن الحارة، يعني الأم تترك، هناك كثير من الأمهات تترك ابنها بدون ملابس في البيت لوقت طويل، وهذا هذا المسلك في هذه الشهور والأسابيع الأولى من حياته يزرع في اللاوعي لديه وتقبل هذا الموضوع، لأنه في يعني في الوضع الطبيعي الطفل لا يحب ولا يكون مرتاح أن يكون دون ملابس. طيب سؤال أستاذ أيمن، يعني إذا طفل مثلا أصر على أن يبقى عاريا كيف نتعامل مع طفل من هذا النوع؟ يعني أنا أريد أن أرجع وأؤكد وأقول أن يعني السلوك الطبيعي، يعني هذا سلوك طبيعي يحدث بين سنتين لخمس سنوات عند الطفل، بين سنتين لخمس سنوات يحدث هذا بشكل طبيعي، علينا نتعامل معه بحكمة. الآن لماذا؟ لأنه يستكشف جسمه ويريد وإلى آخره. الآن علينا أن نتعامل بحكمة مع هذا المسلك في هذا الوقت. وأريد أن أقول أيضا بأن عندما يعني الطفل يخلع ملابسه ويجد التصفيق من الأهل والضحك ويعني والعناق والقبل وإلى آخره، فإنه يعتقد أن هذا شيء جميل وجيد فسيكرره مرة أخرى، ولكن بالوضع الطبيعي الطفل لا يكون مرتاح وهو عاري، هو يريد أن يشعر بالأمان، وهو يريد وهو لديه حياء، وهو يريد أن يشعر بالاندماج مع محيطه، يعني يرى الجميع يلبسون فهو يريد أن يفعل زي مثلهم. يعني نحن نعرف أنه إذا رأى الطفل الجميع يأكلون يريد أن يأكل، إذا رأهم يفعلون أي شيء يريد أن يفعله، هو يريد أن يقلد، فإذا رأى الجميع يلبسون ملابسهم إذن هو يريد أن يلبس ملابسه. أما إذا رأى هناك تشجيع من أهله، أخطأ مرة بالصدفة وكان عاريا وشجعه الجميع وضحكوا وصفقوا وأعطوه مثلا حلوى وكذا، فهو سيتعلم بالخطأ بأن هذا فعل حسن وسيكرره مرة أخرى. الآن إذا نعم إذا أصر الطفل على مثل هكذا سلوك وكرره كثيرا، فالحل الأمثل لهذا هو أن نشغله بأمور أخرى. يعني هناك أطفال لديهم شغف الاستكشاف جدا قوي، وهو يعني دائما يحب أن يجرب الأشياء ويخلع هذه ويركب هذه. الآن مثل هؤلاء الأطفال نسعى بأن نشتري لهم ألعاب تحتاج إلى جهد بدني وذهني لكي يقضوا وقتهم ويروا شغفهم هذا في هذه الألعاب المفيدة. أريد أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدا، هي موضوع كيف ننمي هذا الخلق، خلق الحياء عند الطفل مثلا، لأنه ذكرنا يعني هذا يعني يجب أن يعرف أن هذا عيب أو حياء فيه. فنقطة لو يعني نركز على هذه النقطة بكلمات بسيطة، موضوع الحياء بالذات. يعني هو لاحظ هنا الطفل دائما هو مقلد، هو لا يميز أصلا، هو لا يعرف أن هذا الأمر الذي يفعله هو عيب وبالتالي لابد أن يبتعد عنه. إذا رأى أن المحيط يرى أن هذا التصرف أو هذا السلوك هو فيه عيب، فيرسخ في ذهنه أن هذا الأمر فيه عيب ولابد أن يبتعد عنه دون أن يفهم لماذا، دون أن يستطيع أن يفسر. وبالتالي هنا يعني معظم يعني التربية تلقاها الطفل في المرحلة العمرية الأولى في الطفولة المبكرة، هي تلقاها بدون وعي، بدون إدراك، يعني هو مقلد. إذا أردنا أن نرسخ خلق الحياء عند هذا الطفل، فلابد أن يكون خلق الحياء بداية مترسخ عند المربي، يعني عند الأب، عند الأم. لأن المشكلة أن هذا الطفل يعني إذا فقد الحياء هو لا سوف لا يقتصر الأمر على البيت،
عندما يخرج خارج المنزل سوف يعني يخلع ملابسه وربما يبول في الشارع هنا وهناك، يعني يترتب على هذا السلوك سلوكيات أخرى منافية للحياء، وربما هناك يتطور الأمر إلى انحرافات في السلوك ويحدث، يعني لاحظ هنا يعني هكذا الأمور، يعني تبدأ البذرة السيئة أو أي أمر سيء أو سلوك سيء أو خاطئ يبدأ بنقطة صغيرة جدا بذرة ثم سرعان ما تنمو وتكبر. يعني هذا الطفل الذي الآن يرى أنه يخلع ثيابه هذا أمر معيب ولا يقترب من الصعب جدا أن ينزلق نحو مثلا انحرافات سلوكية أو جنسية في المستقبل، إذا هو في عمر الطفولة تلقن وربي على هذا الأمر فمن الصعب أو من المستحيل أن يعني ينحرف ويرتكب في المستقبل مثلا الفاحشة، لأن الحياء هو يعني الصمام الأمان، هو السياج الذي يتحصن به الطفل أمام يعني الانحرافات مثلا السلوكية في مرحلة المراهقة. يعني نحن بهذا السلوك نكون نعد الطفل ليمر من مرحلة المراهقة، وهي مرحلة خطيرة أن يمر من خلالها بسلام. يعني أيضا هناك نقطة بأنه من الهام جدا أن لا تعنف ولا توبخ الأم ابنها في هذا العمر من بين 2 إلى 5 سنوات إذا ما فعل هكذا فعل، وأن تجلس معه وتحاوره وتفهمه وتتحدث معه عن جسمه، تفهمه أعضاء جسمه ووظائفها وتفهمه أنه مثلا هناك ممكن أن يصيبك ألم أو مرض معين إذا بقيت هكذا، ويعني تتحدث معه بعقله بلغته بمقدار فهمه عن هذه الأمور، ولا تلجأ إلى التوبيخ والعنف لأنه لن يحل مشكلة. يعني فعلا يعني التوعية هي مهمة جدا، وبالتالي نحن لابد كمربين أن نطور من لغة يعني لغة التفاهم مع الطفل، يعني كيف نفهم الطفل أنت لك يد وما هي وظيفة اليد، وبالتالي كل عضو في هذا الجسم له وظيفة معينة، بقدر عمره نستطيع أن نقدم له هذه الوظائف لمختلف أعضاء الجسم، وبالتالي هو سوف يتعامل مع هذا الأمر بأمر اعتيادي ويتقبله، وهذه النقطة طبعا يعني في غاية الأهمية. يعني ونقطة أخرى، نحن كيف نعزز دائما أي سلوك إيجابي، كيف يعني نعدل سلوك الطفل، لابد دائما بالإضافة لما تفضل به أخي أيمن يعني لغة الحوار والتوعية، ولابد أن نضيف إلى ذلك هي المكافأة المادية والاجتماعية، لابد دائما أن نمدح الطفل ونثني عليه، ولابد أيضا أن نكافئه، يعني خاصة إذا كانت هنالك عادة يعني دعنا نقول متأصلة وكان عند هذا الطفل ميول وراثي، الآن تصبح يعني المعالجة أكثر صعوبة والحذر لابد أن يكون كبير، الآن لابد من باستمرار من المكافأة المعنوية والمكافأة المادية، لأننا في هذه الحالة نستطيع أن نساعد يعني هذا الطفل. دائما التعزيز والتثبيت في التربية، التعزيز والتثبيت، التعزيز يعني هو إما أن يعطى شيء جائزة، يعني يعطى شيء إيجابي يحبه، أو أن يعني يمدح، أو يمدح ما هذا شيء يحبه بس، ولكن التعزيز هو شيئين، إما أن تعطي الطفل شيء يحبه أو تنزع عنه شيء يكرهه، مثلا تريحه من مهمة معينة من كذا شيء هو لا يحبه، إما أن تنزع عنه شيء لا يحبه أو تعطيه شيء يحبه، هذا تعزيز. أما التثبيت وهو يعني العكس، أو العقاب هو العكس، وهو أن إما أن تنزع منه شيء يحبه أو تعطيه شيء لا يحبه، تعطيه مهمة صعبة، تعطيه يعني أي شيء هو لا يفضل أن يأخذه. في هذا السياق، سياق موضوع التعري، أردت أن أسأل يعني هل هناك تأثير مثلا، يعني بعض البيوت ممكن يستأجر خادمة، هل هناك تأثير لأن مثلا هذه الخادمة تقوم بغسل الطفل، يعني إدخال الحمام وتنظيفه، هل مهم فقط أنه القريب الوالد أو الوالدة يقوموا بهذا العمل،
أو هذا يعني ليس له تأثير؟ لا شك، يعني دعني أن أقول صحيح أن يعني كما ذكرنا أن يعني تجرد الطفل من ملابسه هو سلوك طبيعي، ولكن هذا السلوك أيضا ينمى، يعني ينمى من المحيط. يعني مثلا مشاهدة الطفل لي يعني مناظر أو مشاهد من خلال التلفاز أو الإنترنت مظاهر أي التعري، يعني هذا يعني ترسخ في ذهنه هذه الصورة وتنمي هذا السلوك. من هنا أنا أقول لابد أيضا في عملية التربية وتعديل هذا السلوك لابد من منع الأسباب التي تدفع باتجاه بهذا الاتجاه. يعني كما ذكرت هذه المشاهد التي يشاهدها الطفل، وكذلك لابد الأم أن تشرف على الطفل عندما يدخل مثلا إلى الحمام، وليس طبعا الخادمة، لأن الأم هي خير من يربي الطفل وخير من يوجه الطفل، ولكن الخادمة هذه ممكن أن يتطور هذا السلوك بشكل سلبي عندما يعني تريد أن تنظف مثلا هذا الطفل أو تريد أن تشرف على ملابسه، فربما هذا الأمر يؤدي إلى يعني أن يحدث هنالك تحرشات مثلا جنسية. يعني الطفل في هذه المرحلة هو يعني مهيأ لمثل هذه الأمور، فنبعد عن هذا الطفل كل المؤثرات التي تدفع اتجاه هذا السلوك. أستاذ أمان كان بتحب تضيف شيء؟ يعني هو إذا وجد الطفل في بيئة تستهجن شيء فإنه سيستهجنه، وإذا وجد في بيئة تتقبل شيء فإنه سيتقبله. هو سيكون في البداية يحب أن يكون جزء من هذا الكل الذي هو فيه، من هذه الأسرة، مثلهم، يندمج معهم، يقلدهم. فلذلك يعني هي مجموعة من السلوكات، إذا قامت فيها الأهل قاموا فيها فإنهم سيمنعون ابنهم من الأشياء السيئة، وإذا لم يقوموا فيها وهكذا. يعني الأم حتى عندما تذهب لتنظف ابنها في الحمام يعني لكي يستحم، مثلا من الجيد أن تذكره دائما بأن هذه عورة، هذه عورتك، وعليك أن تحافظ على أن تكون محتشم. وحتى مثلا ممكن أنه إذا بقيت أيضا تحممه إلى عمر كبير أن يكون يلبس ملابس مثلا بسيطة داخلية حتى أثناء وهي تساعده في الاستحمام، وهكذا هكذا يتدرب على أن هذه عورة وعلي أن أحافظ عليها، هذا شيء شخصي علي أن أحافظ عليه على خصوصيته لنفسي وهكذا. أما إذا كانت الأمور يعني دون روابط فإنه سيتعود أن هذه الأمور يعني ليس لها حد وليس لها مانع. جزاكم الله أستاذ أيمن وأستاذ عبد القادر. مشاهدينا الكرام، انتهى برنامج هذه الحلقة، فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.